قراءتكم للقرآن الكريم، فشعرت بعد أن استمعت إلى أقوالكم وإلى لسانكم أن برنامجكم هذا من الابتداء حتى النهاية كان مملوءا بالورود والأزهار، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا من أساتذتكم ومنكم هذه المساعي المشكورة. وأخيرا ألتمس هؤلاء الطلاب الذين لم يساهموا ولم يقدر لهم من جانب الله تعالى ولم يستطيعوا أن يساهموا ويشاركوا أي مساهمة، سواء خطأ في الخطبة أو في الأناشيد أو في الإدارة أو في التلاوة، أن تذهبوا وتقوموا وتحرصوا مثل هؤلاء الطلاب وتجهدوا نفوسكم وجهدكم لأن تكونوا متكلمين باللغة العربية، متكلمين باللغة الكردية الفصيحة، متكلمين باللغة الإنجليزية. فمن المعلوم لدينا نحن جميعا نعلم أن أحدا لا يقدر على أن يبني شخصيته وعلى أن يبني مستقبله لا بالجنون ولا بالتعدد ولا بالنوم ولا بالكسب ولا بالقيام عن الدروس والفصول، إنما هو يمكن إذا نحقق أن نحضر الفصول والدروس ونستمع إلى كلام الأساتذة ونعمل بنصائح أساتذتنا بجهد دائم وسعي دائم. ومن هنا قال شاعر عربي: لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل، فاجهل ولا تكسل ولا تكن غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. أنا أدعو الله تعالى لي ولأساتذتكم ولمدير هذه المدرسة ورئيس هذا الاحتفال الكريم صاحب الفخامة صاحب السماحة الشيخ حبيب الله المدني حفظه الله ورعاه